فالشيطان قال له انت عاوزني، انت جبتني هنا ليه؟ قال له انا عاوز اتجوز بنت سيدي ومش عارف اعمل حاجه. فقال له استنى شويه كده. الشيطان بسرعه راح بص لقاها ايه؟ مظلمه. ما انت لما بيكون انسان ابن ربنا بيطلع منك نور، بيبقى حواليك نور، الشيطان ممكن يشوفه لكن احنا ما بنشوفوش، الملائكه والشياطين ممكن تشوفه بسهوله. فطبعا لقيوا ايه؟ دهش النور الالهي اللي بيبقى محوطها يعني. فقال له كويس قوي، انا ممكن اجيبها لك بسهوله، بس انت لازم تنكر مسيحك، انت مش ممكن تفضل مسيحي. فالولد للاسف قال له انا موافق، العبد يعني المسيحي ده. قال له وكمان هتعمل معايا معاهده؟ قال له موافق. فراح جايب له ورقه كده وبيقول فيها اتعهد انا، يكفينا الشر بقى للشيطان، ان انا انفذ كل اوامره وما ارجعش تاني للدين المسيحي خالص، بس المهم ابقى ايه تبع الشيطان واللي يقول لي عليه نفذه وكلام من ده كتير قوي. قال له عور نفسك، فراح معور نفسه. قال له ابصم بالدم ان انت هتنفذ الكلام ده، لان يوم ما انت هتفك المعاهده دي احنا هنأذيك جدا جدا.